حوالي 400 شخص من قاطني أحياء مقاطعة زواغة بمدينة فاس استفادوا من خدمات حملة طبية مجانية متعددة التخصصات. هذه المبادرة شملت إجراء تحاليل طبية تهم قياس السكر في الدم وتتبع وضعية الحالات المصابة بهذا المرض المزمن وتقديم استشارات طبية في الطب العام وتخطيط القلب وطب العيون بالإضافة إلى قياس الضغط الدموي. صحينا اننا ندخلوا الفرحه يعني للاسر عن طريق واحد الحمله طبيه اللي فيها مجموعه من يعني من الاختصاصات، والاكيد ان هذا فعل دائما يعني كيشبتنا يعني بالاهداب الشريفه، دائما خدمه للوطن، دائما خدمه للمواطنين. الحملة تضمنت تنظيم حصص تحسيسية وتوعوية حول داء السكري وطرق الوقاية منه من خلال إجراء كشوفات طبية دورية واتباع أنظمة غذائية صحية، بالإضافة إلى دعوة المصابين بالداء بضرورة قياس نسبة السكر بطريقة مستمرة وتجنب الضغط اليومي والمأكولات غير الصحية. هذه المبادرة التطوعية الإنسانية تندرج في إطار تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وكذا في سياق الاحتفال باليوم العالمي لداء السكري حسب المنظمين.